أول تصريح لكروش اتكلم قال لك إيه؟ يجب إبلاغنا بما يحدث للحكام عندما يكون لديهم مباراة غير عادلة. شفت التصريح ده إزاي؟ ما بص، الحكم السنغالي اللي جاي، احنا حاولنا نعمل نوع من يعني الضغط وحذرنا من حتة الحكم السنغالي وازاي يبقى حكم لمباراة المغرب مهم زي كده، واحنا عندنا مباراة مع السنغال في شهر مارس، دي فاصلة في كأس العالم، كمان السنغال موجودة في البطولة واحنا ممكن نقابلها في النهائي مثلا، يعني لسه التنافس موجود. دور الاعلام المصري ودور كابتن عصام عفتاح، واتكلمنا ازاي كابتن عصام انت موجود في لجنه التحكيم الافريقيه وسايب ده يحصل، ما بتضغطش ليه؟ ما بتتكلمش ليه؟ ما بتقولش لا؟ ما يعني ازاي احنا نبقى موجودين وفي نفس الوقت سايبين الامور؟ مع كل احترامنا للكاميرون، لكن من هنا لحد يوم الخميس الاعلام المصري ليه دور في الضغط على لجنه الحكام في افريقيا، كابتن عصام عفتاح ليه دور في الضغط على لجنه الحكام في افريقيا، المهندس سالم بوريده ليه دور في الضغط على لجنه الحكام في افريقيا، المهندس احمد مجاهد اللي موجود هناك وعضو اللجنه العليا ليه دور في الضغط على الحكام، على لجنه الحكام في افريقيا لوجود حكم ما يعرفش الكاميرون، لان احنا هننافس الكاميرون كفريق، هنلعب ضد حكم محايد، لا ضد الارض وضد الفرقه وضد الجمهور وضد الحكم، اربع حاجات قدام المنتخب المصري يوم الخميس. لسه في مساحات هتتعمل ايه؟ ولسه في مساحات هتتعمل والمساحات في تخوف برضه منها، حتى المساحات احنا مش قلقانين منها. ليه؟ لان الاجراءات المتخذه وكل الحمد لله كل مره بيطلع الفريق المصري ما عندناش حالات، لكن احنا بنتكلم على ايه؟ لو هنلعب مع الكاميرون يوم الخميس كوره هنقدر نعدي. نعم. لكن انت بتتكلم في ضغوطات تانية بنمر بيها للاسف، بالظبط احنا اربع اختارها الحكام، اختارها ان الاعلام، بص الاعلام المصري بدل ما كان ينشغل في فتره بكروش وعقد كروش والكلام ده كله، كان يجب ان هو يبقى زاخم ورا الفرقه وبيتكلم على الصعوبات اللي بتقابلها. طب خليني اكلم بقى حضرتك عن الصعوبات، لازم ده دورنا في الفتره الجايه، وبنتكلم عن المباراه الجايه شايفها ازاي، توقعاتك ليها مع الاصابات الكتيره اللي عندنا. لا احنا حته الاصابات اللي موجوده زي ما انت قلت كده على محمد صبحي، عوض وجود ابو جبل، يعني ابو جبل اتصاب، ابو جبل عوض وجود الشناوي، محمد صبحي عوض ابو جبل، ومحمد صبحي كحارس مرمى شاب عنده القدره امبارح وهو نازل حالته النفسيه والبدنيه واستعداداته ان هو بيلعب قدام فرقه كبيره. تفتكر الشناوي يلحق يرجع تاني؟ الشناوي مش هيقدر يلحق الماتش ده، لكن حتى لابو جبل ممكن يلحق، لكن لو محمد صبحي هيبقى قدها وقد المسؤوليه. ما بتقلقنيش قوي قدره اللاعبين المصريين على تحمل المسؤوليه في الاوقات الصعبه، لكن اللي بيقلقني العوامل الخارجيه، يعني لو احنا هنقابل الكاميرون ككرة بالمستوى بتاع المغرب مستوى ساحل العاج احنا نقدر نعديها. لكن في نوع من انواع التحفيز، شفنا الحضر يجري على محمد صبحي وحضره. التجهيز نفسه، التجهيز النفسي بالنسبه للاعبين المصريين في الوقت، دايما الشخصيه بتاعتك بتظهر في وقت الازمه او في وقت اللي هو بتحس ان انت هتخسر فيه مباراه، فبتحس بشخصيه اللاعبين بقى اللي هو قدرات محمد صلاح، حتى محمد عبد المنعم مجرد ان هو ارتكب خطأ مع حكيمي في منطقة ال 18 وهو عارف ان حكيمي بيسدد كويس، بدأ يأنب نفسه بطريقة ان هو منفعل على نفسه، ازاي اعمل خطأ زي كده، مع ان برضه ده طبيعي كمدافع، لكن هو احساسه وتحمله مسؤولية، وده شاب عنده 25 سنة صغير اول مرة يلعب بطولة بهذا الشكل، فهنا الشخصية المصرية والقماشة اللاعبين وقدرتهم على قيادة المباراة بشكل جيد، احنا عندنا نبقى اقوى من الكاميرون. لو في كورة احنا اقوى من اخر حاجة ناخدها من حضرتك بقى، توقعاتك ايه للمباراة اللي جاية؟ لو كورة هنعدي، لو كورة يعني خلاف كورة ان شاء الله هتبقى كورة، يعني لو كورة، لو ماتش زي ماتش المغرب كده او ماتش ساحل العاج واجواء زي ما بتكلم عليها اجواء 2017 نعدي الكاميرون ونوصل ماتش النهائي، لكن لو في اكسترا تايم ولا هنحسمها من اول شوطين؟ لا حتى لو وصلت انا يعني امبارح انا بقول لو وصلنا ضربات ترجيح هنعدي، ما عندناش مشكله فيها، لكن انا بتكلم لو تدخلت عوامل خارجيه انت هتحسها من اول ربع ساعه في المباراه، ان دي مباراه كره قدم وتنافس عادل ولا مباراه موجهه للكاميرون عن طريق التحكيم بحيث ان هي تفوز بهذه البطوله. الكاميرون لو مرت من منتخب مصر تعرف على طول، حتى لو قابلتها لو جبت منتخب البرازيل يقابلها تاخد البطوله، يبقى خلاص احنا نبقى عارفين ان هي موجهه للكاميرون، لكن لو كوره وتنافس واداء
احنا عندنا القدره ان احنا نفوز على الكاميرون ونوصل للماتش النهائي ان شاء الله. ان شاء الله تبقى كوره ويبقى في يعني عداله في التحكيم، ما يبقاش في الكروت الصفراء اللي بالمجان زي ما احنا شفناها من وائل جمعه كيروش. ايوه هنا الدور اللي احنا بنتكلم عليه للكابتن عصام عبد الفتاح والمهندس احمد مجاد والمهندس انا بوريدا والاعلام المصري، ازاي نضغط على لجنه التحكيم ونضغط على الكاميرون ان هي تلعب كوره في اطار اللعب النظيف في اطار التنافس الشريف بيننا وما بينها، والاحسن يفوز بالمباراه. لكن ما بقاش قدامي حكم زي امبارح كروت على طول الخط وما بيحميش اللعيبه بتاعتي وبيتسبب في اصابات و و و وتيجي تقول لي ما انت لازم تفوز، ده انا بلعب ارض وجمهور. والاحسن يمكن انا كنت بتكلم على القصه دي، افضل قرار اتاخد قرار ان الجماهير المصريه تتواجد في المباريات. احساسك وانت داخل الماتش ان في جمهور بيبقى مختلف تماما، ان انت شايف جمهور المنافس بس. العدد بتاعنا امبارح كان قليل لكن عايزين العدد في ماتش الكاميرون يبقى اكتر وتواجد الجمهور بتاعنا يبقى اكتر ايا كان، ايا كان الحجز يبقى اكتر من التواجد.